مباراة كبيرة من المنتخب، هاي مباراة مصيرية، مباراة حاسمة. المنتخب استطاع انه كان بامكان اسمه في الذهاب ان يخرج بتعادل على الاقل، لكن نتوقع نتيجه ايجابيه للمنتخب من امام الكاميرون. ان شاء الله المنتخب لا الفوز ان شاء الله ولينا قلبهم ان شاء الله، بان احنا هناك شيء قليل كيف جاتنا هناك شيء تخل قالبه، بان ان شاء الله هناك شيء ارض عامل الارض والجمهور ان شاء الله هذول لا قلبهم ان شاء الله. تصوروا من المنتخب مرابطون الفوز ان شاء الله امام الكاميرون. منتخب نريد من الجماهير ان يشجعوا المنتخب الى اقصى درجه حتى اخر نقطه. احنا املنا كبيره في قالوا كيفنا المرابطون، ونحن مشجعين لها حتى، واملنا كبيره فيها ونختارها ما تخيب امالنا الصبح امام الكاميرون، مع ان براه لكن في الحرب والحرب خدعه، يلا يديروا جميع قواهم، لان احنا متاكدين ونقولهم الى الامام. املوا ان شاء الله على انه يفوز كيف ما فاز مرات، وان شاء الله نولي الجماهير كامله تتعاطف مع فريقها، وعلى انها كامله تحضر كامله بكثافه. اياك تشجع الجمهور به اللي موريتانيا ما شاء الله قطعت مرحله لا باس بها في هذا المجال. منتخبنا نامل عليها امال كبيره، فطالما عودنا على مفاجات مفرحه، ونرجو ان يتواصل على منهجه الذي طالما عودنا عليه، نرجو له التوفيق. إذن طبعات الشارع الموريتاني لهذه المباراة، أيضا التفاؤل يسود.